السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. حيا الله المتابعين. اليوم راح أتكلم إن شاء الله عن جميع الشتلات، ما هي الشتلات وما هي الأسرع في الإنتاج، وما هي طريقة التزهير، يعني أي درجة حرارة تزهر عليها، وأي درجة حرارة تبدأ بالنماء الخضري وخروج الخلفات أو خروج المدادات. وأتكلم إن شاء الله عن أيهما أحلى وأيهم أكثر إنتاج. راح نبدأ إن شاء الله بالقطاف وراح أتكلم عنه. الموجود عندي الآن، الموجود عندي طبعا ثلاث أنواع. عندي السويت تشارلي والفلتونة والفستيفال. طبعا أكثر حلا فيهم هو السويت تشارلي، أكثرهم حلا. بالنسبة للسويت تشارلي والسويت تشارلي هو أكثر واحد، أسرع واحد في الإنتاج، وبعده يجي الفستيفال، وبعدين يجي الفرتونة. الفرتونة هو آخر واحد بالإنتاج. طبعا في نوع يجي ماركيز يجي هو آخر واحد فيهم. المركيز هو اللي يتأخر من بد اللي هو الشتلات. النبات طبعا الأملاح هو يفترض انه لا يتعدى الأملاح طبعا 800. حاول قدر المستطاع انه دائما تخلي الأملاح من 600 الى 700، لكن تعرفون بالزراعة المائية يطلع احيانا الأملاح غصبا عليك بدون ما تسيطر على المحاليل تطلع على طول، فلذلك خليك على 600 و700 بحيث انه لا طلع على 800 باستطاعتك انك ترجعه مباشرة قبل ما يصير عندك احتراقات للأوراق والثمار والأزهار. حتى اذا ارتفعت عندك الأملاح تصير هنا يحترق نفس هذا الأوراق اللي على الثمار، يبدأ يحترق، فلذلك دائما لا ترفع نسبة الأملاح على اساس انه ما يحترق عندك أي شيء بالنبات، سواء ثمر أو سواء أوراق. دائما الفراولة مشكلته في تعفن الجذور، وأسباب تعفن الجذور هو إصابة النبات بالذباب في العناكب. العناكب لما إصابة الشتلة تصاب بالعناكب على طول يبدأ يتوقف عندها إخراج الجذور جديدة، يتوقف النماء الخضري ويتوقف النمو والنبات سواء على الثمار أو سواء على الورق، فلذلك تبدأ بموت الشتلة عندما تصاب بالعناكب، تبدأ تموت الشتلة ويبدأ بتعفن الجذور. يعني مشكلة أن العناكب تسبب كل هذه المشاكل والمزارع ما يدري عن المشكلة هذه، فلذلك احرص دائما على رش العناكب على أساس أنه ما يأثر على شتلاتك ويموت شتلاتك وتسبب عندك عفن للجذور وموت النبات، وكذلك توقف إذا توقف النماء الخضري، فلذلك احرص دائما على الرش. بس احرص على دائما يكون المبيدات عضوية أو يكون كيميائية، بس لا يصير فترة التحريم عالية، خليها أدور يعني فترة تحريم قصيرة جدا. أول ما تحافظ على النبات من جميع الآفات، سبحان الله يبدأ يعطيك إنتاج قوي بدون توقف للثمار. هذه نقلها من الدست باكت وصارت تعبانة. أيهما أسرع إنتاج بعد التشتيل؟ طبعا أول شتلات تبدأ بالثمار هي السويت تشارلي والفرتونة بعد التشتيل بشهر ونص يبدأ الإنتاج، ومن بعده يجي الفستيفال بعد تقريبا شهرين، باقي الرابع اللي هو المركيز بعد شهرين وزيادة، فوق الشهرين يبدأ الإنتاج. هذا أنا غلطت في بداية الفيديو، ذكرت أن الفرتونة من الشتلات التأخر في الإنتاج، لا هي من أول الشتلات إنتاجا. طبعا المركيز أنا ما جربته هذا السنة، جربته تقريبا قبل 3 سنوات وكان قبل 4 سنوات.
في سؤال دائما يجين وكثير جدا جدا يسألون، يقول شتلة الفراولة كم تجلس وهي تنتج؟ طبعا شتلة الفراولة تنتج من 5 شهور إلى 6 شهور، إلا في حالة واحدة أنك تكيف الجو المناسب للشتلة من براد وتظليل عن أشعة الشمس، بهذه الطريقة تستطيع أن تجلس إلى 7 شهور تقريبا إنتاج، ممكن بعد تجلس إلى أكثر وتنتج عندك إنتاجا طيب. لكن في مناطق الجنوب، في المناطق الباردة، تجلس أكثر من مناطق اللي هو نجد والقصيم والرياض. باقي نقطة واحدة، في متى التزهير أو الجو المناسب للتزهير، وما هو الجو المناسب أو الحرارة المناسب للنماء الخضري؟ طبعا دائما من 20 إلى تقريبا 15 هذه الفترة يكون فيه تزهير الزهور، أما من 20 إلى 25 يبدأ النماء الخضري في هذه الفترة. يعني مثلا في الليل يبدأ التزهير وفي النهار يبدأ النماء الخضري، يستمر هذا الطريقة حتى أنه يدخل علينا الصيف وارتفاع درجة الحرارة فوق 30 و35، بعدها راح تتوقف النبات عن التزهير، بس يبدأ النماء الخضري فقط. نروح للمكان الثاني. الانتاج اليوم اكثر من انتاج الاسبوع اللي هو قبل يومين. طبعا انا كل يومين 3 ايام ابدا اشيل من الانتاج. هذه من الشتلات اللي جايبها أنا من الدست باكت. انتلت السلة. باقي نقطة واحدة، أيهما أكبر حجم وأيهما أكثر عدد أو أكبر إنتاج؟ طبعا السنة هذه في أثناء التركيب الشتلات صار تركيب مع عيالي، فصار لخبطة عندنا، فبذلك ما أدري أيهم سويت شارلي أيهم الفستيفال أو الفرتونيا، فلذلك ما أقدر أعطي رقم ولا أقدر أعطي عدد، لكن إن شاء الله في السنة الجاية راح إن شاء الله نطلع أيهم أكبر حجم وأيهم أكثر عدد. هذه السلة أعلى منها شوي، تقريبا هذا كيلوين إلا شوي. الآن تعودنا حنا نعرف وزنها من مشاهدتها من كثر ما نزنها. كذا خلصنا من الفراولة، نروح لما الخيار. هذه الشتلات الجديدة، شتلة الخيار، هذه ما لها 20 يوم، أقل من 20 يوم من البذرة، وهذا كذلك من الشتلات الجديدة. هذه الكوسة، هذا الخيار، هذه كوسة كوسة، هذا خيار كوسة كوسة،
وهذا خيار، هذا الخيار القديم طبعا. وهذا الخس ما زال عندي خس موجود 6 حبات من القديم. هذا الطماط، هذا فلفل. طبعا انا يعني ما نبي اسجل الفلفل وشو يعني وش نوعه، بس احطه وامشي لما يطلع ويبين ادري وشو. هذا فلفل الرومي، فلفل الرومي زهاره طيب مره جدا، بانتظار انتاجه ان شاء الله. هذا الفول، هذا الفلفل الرومي برضو كذلك موجود، الانتاج فيه موجود. وهذا اعتقد انه الفلفل الحار، بس والله ما ادري وش نوعه. في عندي شكيرة وعندي فلفل رومي وعندي فلفل حار، لكن والله ما ادري اي واحد فيهم.